أهلا بكم من جديد. احتلت الأسواق الإماراتية المرتبة 17 على مستوى العالم في نهاية مارس الماضي ليقترب رأس المال السوقي من تريليون دولار. ما الذي أدى إلى هذه الطفرة؟ ينضم إلينا من القاهرة عاصم منصور محلل أسواق المال. أهلا وسهلا عاصم. وفي البداية كيف تحلل أداء مؤشرات الأسواق الإماراتية في الفترة الأخيرة؟ نتحدث عن بورصتي دبي وأبو ظبي. مساء الخير دينا، تحياتي لكل السادة المشاهدين. الأسواق الإماراتية طبعا كان لها أداء ملفت جدا، ولكن هذا أيضا كان مدعوم بعدد من العوامل، سواء منها الخطط الحكومية والإدارة السياسية الجيدة، وحتى أداء بعض الشركات والقطاعات في هذا السوق. بداية تعتبر الإمارات هي ثاني الأعلى زيادة في عدد الشركات المدرجة خلال العام الماضي بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وتلك المشاريع الجديدة ساعدت على جذب رؤوس الأموال بشكل كبير جدا، فإن زيادة المشاريع الجديدة تساعد على زيادة ثقة المستثمرين وبالتالي زيادة ضخ رؤوس الأموال بشكل كبير جدا. أيضا كان هناك عددا من التشريعات الجديدة والتي منحت الإمارات من خلالها حق التملك الكامل للشركات، يعني معنى أصبح أن المستثمرين أجانب لهم الحق أن يكونوا أصحاب شركات كاملة دون الاحتياج إلى دخول جنسيات من المواطنين الإماراتيين في مجالس الإدارة، وبالتالي أيضا ساعد ذلك على يعني زيادة الاستثمارات وزيادة أداء الأسواق، وبالتالي كان هناك حالة من الاتجاه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. أيضا كان هناك بعض يعني التشريعات والتي ساعدت أيضا على زيادة ثقة المستثمرين، ومنها التصريحات المباشرة بأن الاقتصاد الإماراتي لن يكون معتمدا فقط على الطاقة، وهناك خطط لتنويع هذا الاقتصاد، وكان هناك خطط تنموية تستهدف الوصول أو مضاعفة الحجم الاقتصادي الإماراتي 4 مرات للوصول إلى 4 تريليون درهم، وهذا يحتاج أيضا نمو يبلغ 7%. قد يكون هناك بعض التحديات طبعا في تحقيق هذه النسبة في حال تراجع أسعار النفط، ولكن النطاق الحالي نتحدث ما بين 2 و4%، ولذلك الوصول إلى 7% يحتاج استقرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، وقد يكون الأسعار الحالية هي أيضا داعم كبير لتلك الخطط، وبالتالي كانت هذه الأمور ساعدت على الأداء الجيد وأيضا أداء الأرباح التي حققها قطاع البنوك والعقارات خلال العام الماضي. لنتحدث عن الإدراجات الأخيرة في الأسواق الإماراتية، إلى أي مدى ساهمت برأيك في زيادة رأس المال السوقي، وما هي التوقعات حتى نهاية العام الحالي، لأنه نحن نشهد أيضا زخما خلال الفترة الحالية فيما يتعلق بالإدراجات؟ يعني كما نقول حسن السوق وليس حسن البضاعة، عندما يكون هناك أداء جيد في أداء المؤشرات القيادية يكون هناك نية لزيادة عدد الشركات المدرجة، ولكن الأداء الجيد الذي شهده السوق الإماراتي كان بسبب زيادة الأرباح لعدد من الشركات. نحن نتحدث عن حوالي 112 شركة إماراتية حققت نموا في الأرباح بنسبة 19%، يعني بلغت حجم تلك الأرباح 240 مليار درهم إماراتي مقابل 200 مليار درهم خلال العام 2022، وبالتالي تلك الأرباح أيضا ساعدت على يعني الارتفاعات القوية التي نشهدها في الوقت الحالي. أيضا قطاع العقارات كان من القطاعات المميزة والتي استفادت من يعني حالة التوترات الجيوسياسية في الوقت الحالي، سواء من الاتجاه إلى يعني الأثرياء من روسيا إلى دبي، وأيضا أداء البنوك الذي سجل يعني في حوالي 8 بنوك إماراتية سجلت ارتفاع بنسبة 50% في الأرباح، وبالتالي وصولا إلى مستويات 37 مليار درهم، وبالتالي تلك الأرباح العالية والمرتفعة بشكل كبير جدا ساعدت على زيادة الثقة والارتفاعات. أتوقع أن نشهد المزيد من الارتفاعات خصوصا مع ارتفاع أسعار الطاقة، والذي أيضا ساعد الشركات العاملة في قطاع الطاقة لتحقيق أرباح
كبيره جدا، منها شركه ابو ظبي الوطنيه للطاقه، والتي سجلت ارتفاعات وصلت 7% مع زياده ارباحها بنسبه 107% وصولا الى 37 مليار درهم بعد استحواذها على شركه انوك. وبالتالي ايضا قطاع الطاقه سيستفيد بشكل كبير جدا مع استقرار اسعار النفط فوق مستويات ال 70 و75 دولار للبرميل. ما القطاعات الاخرى التي ترى انها يمكن ان تقود الاسواق الاماراتيه؟ طبعا لا شك ان القطاعات الرئيسيه هي القطاع العقاري وقطاع البنوك، ولكن ايضا عندما ننظر الى حجم رؤوس الاموال التي تم ضخها في القطاعات الاخرى سنلاحظ انها القطاعات الغذائيه والمشروبات والقطاعات قطاع السياحه، وخصوصا مع ايضا خطط الحكومه الاماراتيه بالوصول الى 40 مليون سائح بحلول عام 2030 وزياده حصه السياحه من الناتج المحلي الى 123 مليار دولار بحلول عام 2030. وبالتالي ايضا قطاع السياحه سيكون قطاع مهم جدا في قياده عجله الاقتصاد الاماراتي خلال الفتره المقبله، وبالتالي التركيز ايضا سيكون على كما ذكرنا منذ قليل على تنويع الاقتصاد الاماراتي، وبالتالي هذا يسمح بعدم تعرض الاقتصاد الاماراتي لبعض الازمات او بعض الصدمات التي قد تنتج عن تراجع محتمل في اسواق الطاقه خلال الفتره المقبله. نلاحظ أنه في الفترة الأخيرة أبو ظبي تستثمر بشكل أكبر في مجال الذكاء الاصطناعي، ما انعكاس ذلك على الشركات أو القطاع التكنولوجي بشكل عام في البورصة؟ يعني عندما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي لا يمكن يعني حصر المميزات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي في القطاع التكنولوجي فقط، ولكن هذا الأمر يسمح للعديد من الشركات العاملة في العديد من القطاعات على زيادة الأرباح وزيادة المشاريع الخاصة بها لسهولة وتقصير الوقت الذي يتم استخدامه لتوسيع نشاط الاقتصاد. الإمارات حاليا أطلقت شركة AI71 وهي شركة مدعومة بالداتا بروسيسنج أو يعني معالجة البيانات، والتي تسمح أيضا بتعزيز قدرة البنية التحتية للشركات، وتسمح أيضا باللامركزية لبيانات الشركات، وهذا يسمح أيضا بتعزيز الخصوصية، ويمكن استخدام تلك البيانات لأن الداتا بروسيسنج تعتبر من الركائز الأساسية لأي شركة يعني لتقييم أرباحها ومشاريعها أو حتى زيادة الخطط الاستثمارية لديها، وذلك أيضا باستخدام شركة فالكون وهي شركة يعني تضاهي شركة شات جي بي تي، ولكنها أيضا تتمتع بالعديد من المميزات، وأيضا تتميز بأنها أوبن سورس بما أنها مفتوحة للجميع، ويمكن أي شخص أن يعدل عليها ويستفيد من تلك الخدمات. وبالتالي القطاع التكنولوجي وقطاع الرعاية الصحية والبنية التحتية ستستفيد بشكل كبير جدا من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وأعتقد أن هذا الأمر يعني باتت تظهر أثاره بشكل كبير في الطفرة الأخيرة التي حدثت في الذكاء الاصطناعي حول العالم، ولكن مبادرة الإمارات كانت من عام 2017، وبالتالي هي وصلت إلى مرحلة متقدمة جدا من الذكاء الاصطناعي قد تسبق العديد من الشركات الأخرى، وبالتالي أعتقد أن سيكون هناك توجه كبير أيضا من الشركات الأجنبية في الإمارات للاستفادة من هذه التكنولوجيا الجديدة. عاصم، وما هي توقعات الأداء بالنسبة لسوق أبو ظبي وسوق دبي حتى نهاية العام الحالي؟ أتوقع أن نشهد المزيد من المكاسب طبعا مع استقرار أسعار النفط في مستويات ال 80 دولار للبرميل، لأن في الوقت الحالي لا يزال أيضا الاقتصاد الإماراتي معتمد بشكل كبير على قطاع الطاقة. أتوقع أن زيادة معدلات السياحة وخصوصا في فصل الصيف وبنهاية العام مع يعني مع تراجع درجات الحرارة في دبي وخصوصا في فترة المعارض التي تشهدها الإمارات خلال بنهاية العام، أعتقد أن سيكون هناك إقبال كبير جدا على القطاع الترفيهي وقطاع السياحة وزيادة حجز معدلات الفنادق. تلك الموجة الكبيرة من زيادة ضخ رؤوس الأموال ستسمح للعديد من القطاعات بأن تسجل أداء جيد جدا حتى نهاية العام الجاري، ولذلك أتوقع أن يكون إجمالي الارتفاعات قد يتراوح ما بين 20 و25% بحلول نهاية العام الجاري. شكرا جزيلا لك ضيفنا من القاهرة عاصم منصور محلل أسواق المال.